السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. ترك الإمام الكبير حجة الإسلام أبو حامد الغزالي مجموعة كبيرة من المؤلفات القيمة في مختلف صنوف العلوم الشرعية، والتي تناقلتها أجيال الأمة الإسلامية، وعكف على دراستها وشرحها عدد كبير من العلماء وطلاب العلم في مختلف العصور. وفي هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، اخترنا لكم أن نستذكر سوياً خلال هذه الدقائق غيضاً من فيض تلك المؤلفات القيمة للإمام الغزالي رحمه الله. ذكر الزركلي صاحب الأعلام مشاهدين أن للإمام الغزالي نحو 200 مصنف، فيما أوصلها بعض الباحثين لأكثر من 228 كتاباً ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود. تلك المؤلفات جعلته بحق واحداً من أعلام الفكر الإنساني في تاريخنا الإسلامي، وكشفت لنا تلك المؤلفات جوانب متعددة من عبقريته وموسوعيته ومعالجته لحاجات المسلمين والحضارة الإسلامية. فقد كتب رحمه الله في مختلف أبواب المعرفة الإنسانية، وصنف أمهات الكتب في مختلف المواضيع. نبدأ أعزائي المشاهدين مع أهم مؤلفات الإمام الغزالي في الفقه الإسلامي، وتأتي في مقدمتها الكتب الأربعة: الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة، وجميعها في فقه المذهب الشافعي، وقد ذكرها تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. وهناك أيضاً كتاب الفتاوى، ويشتمل على 190 مسألة من فتاوى الإمام الغزالي، بالإضافة إلى تحقيق القولين أو بيان القولين كما ذكره البعض، والذي يناقش فيه تعارض القولين لمجتهد واحد في مسألة ما، ويرى فيه أن اختلاف العلماء رحمة. وأما في علم أصول الفقه، فيطالعنا كتاب المنخول من تعليق الأصول، ويسمى المنخول اختصارا، وكذلك تهذيب الأصول، وهو كتاب مطول في أصول الفقه يميل فيه إلى الاستقصاء والتبحر، وكتاب شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل، بالإضافة إلى كتاب المستصفى من علم الأصول، والذي يعد أحد دعائم علم أصول الفقه، وعليه يعول الباحثون، ومنه ينهل المتعطشون لمعرفة هذا العلم. أما كتاب معيار العلم فهو كتاب عن المنطق وقواعده، وفيه اعتبر الإمام الغزالي أن المنطق ليس خاصاً بعلم الأصول، وإنما بكل العلوم. وفي علم الخلاف وطرق المناظرة مشاهدين، ترك الإمام الغزالي العديد من المؤلفات، ومن أهمها مآخذ الخلاف، ويسمى أيضاً المآخذ اختصاراً، وهو في طرق المناظرة والخلاف، وخصوصاً المناظرة في علم الفقه لكثرة ميل الناس إليه واقتصارهم عليه آنذاك. وكتاب لباب النظر وتحصين المآخذ والمبادئ والغايات، وجميعها في علم الخلاف وطرق المناظرة. أيضاً مشاهدينا، كتب الإمام الغزالي في الفلسفة كتاب مقاصد الفلاسفة، وهو الكتاب الشهير الذي ترجم إلى أكثر من لغة من لغات العالم، وكان مرجعاً للغربيين في دراسة الفلسفة، ونشرت حوله كثير من الدراسات والأبحاث والشروحات. وفي هذا الكتاب تلخيص لآراء الفلاسفة كما يفصح عنوانه، وهذا التلخيص ما هو إلا مقدمة وتمهيد لنقدهم وإقامة الحجة عليهم، وهو الأمر الذي فعله في كتابه الآخر المسمى تهافت الفلاسفة. كما عني الإمام الغزالي رحمه الله بالتربية والأخلاق والزهد وتزكية النفس، فترك لنا الموسوعة العلمية الأشهر والأهم، إحياء علوم الدين، وهو الكتاب الأشهر من أن يعرف به، والذي يعرفه الجميع. ويعد هذا الكتاب مشاهدين موسوعة شاملة لكل ما يهم الفرد المسلم في أمور دينه، ويهدف إلى الارتقاء بقارئه من صورة التعليم العادية الجافة إلى مستوى العلم السلوكي الذي يدفع إلى العمل والتطبيق، لا مجرد العلم فقط. كتبه الإمام الغزالي ليجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويعيدها إلى سيرة السلف الصالح وإلى خير القرون، فاستحق أن يكون مجدد القرن الخامس الهجري كما قال الإمام الذهبي. بالإضافة إلى كتب بداية الهداية وميزان العمل وكتاب أيها الولد، والذي حوى أهم النصائح التي أجاب بها الإمام الغزالي على أحد طلابه النابهين الذين اشتغلوا بالتحصيل وقراءة العلم، وطلب منه أن يعلمه شيئاً ينفعه في غد، فكتب الإمام الغزالي ما عرفه فيه عن النصيحة وأهميتها والأعمال الصالحة، وكيف تكون نية التعلم والعلم النافع، وغيرها من النصائح المفيدة النافعة.
يضاف إلى ذلك أعزائي كتب متنوعة أخرى كثيرة كتبها الإمام الغزالي، ومن أبرزها التبر المسبوك في نصيحة الملوك، والمقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكتاب القانون الكلي في التأويل، وكتاب المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، وكذلك كتاب جواهر القرآن، ويسمى أيضاً جواهر القرآن ودرره. وهذا الكتاب مقسم أعزائي إلى ثلاثة أقسام: قسم المقدمات والسوابق، وقسم المقاصد، وقسم اللواحق، وهذا القسم الأخير هو الذي ينشر منفرداً تحت عنوان كتاب الأربعين في أصول الدين. أما آخر ما كتبه الإمام الغزالي فهو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، والذي كتبه في أوائل جماد الآخر سنة 505 للهجرة، أي قبيل وفاته بزمن قصير جدا، حيث توفي الإمام الغزالي رحمه الله يوم الاثنين 14 من جماد الآخر في العام 505 للهجرة.